السلام عليكم خوتي خواتاتي، لاباس عليكم؟ الصحه؟ كيف صبحتوا؟ عيد مبارك سعيد، تعيدوا تعاودوا بالصحه والسلامه وطول العمر وكل داكشي ما كتمنوا ان شاء الله. ان شاء الله والامه الاسلاميه كلها ان شاء الله تكون بخير وامان. ايوا اليوم كاين العيد في تونس، بغينا نشارك معكم اليوم الاجواء ديال العيد هنا في تونس. مع انا صراحه اول مره كنعيد خارج المغرب، ما عمرني عيدت في شي بلاصه من غير بلادنا ودارنا. اليوم ان شاء الله هذه المره ان شاء الله كتبت انا لنعيد في تونس عند اختي، وقلنا نشوفوا الاجواء ديال العيد كيف دايره. ايوا نفس الصباح فطرنا، درنا الفطور وداكشي، فطرنا مع بعضياتنا، ذبحنا حنا الذبيحه كيذبحوا على بكري، ذبحنا جبدنا ديك الدوار انا اختي، بقينا كنقزرو فيها هي كتقول لك ما عرفتش هادي، وانا كنقول لها ما عرفتش هادي. المهم بقينا بجوج بنات عاوننا عليها قديناها. دابا انا غادي نصبها، انا غادي ندور وهي غادير شي عصبان. هنا هنايا في تونس معروف شي عصبان، تيقولوا العصبان بشرقا قالك غربا جنوبا، في تونس مهم اي بلاصه في تونس كيديروا العصبان ضروري خصهم يديروه. غادي نشوفوا العصبان ديالهم كيفاش داير، ونصبوا حنا دوارتنا غنوريكم هادشي كيف داير. وغادي نشوفوا داك نديروا بولفاف، حتى هما ترجتي كيعرف كيف يدير البولفاف، غنصوبوا لهم حنا بولفاف مغربي. ايوا المهم حنا معكم تنشوفوا تيوجدنا، غنشوفوا اول نهار في العيد كيفاش غادي يدوز ان شاء الله. يلا انا غنوريكم اللي قطعنا واللي وجدنا واللي صوبنا، ومن بعد ان شاء الله نكملوا من بعد حنا نبقاو بليطاب حتى نساليو ونوجدوا الغديوه. وعيدكم مبارك سعيد للجميع، كل شيء عيد ان شاء الله نتوما المغرب حتى الغدا ان شاء الله، تعيدوا بالصحه والسلامه وطول العمر. يلا تنعاودوا نتلاقاو. ها هي الشحمه ديال الحولي، ها سمين خرجات الشحمه فيه. هما تيقطعوا اللحم تيديروا ديك الساعه كيشويوه. هادي الكبده ديال باش غادي ان شاء الله غادي حنا دابا غادي نشويوها، وهادي الريه وداكشي باش كيصوبوا هما داك العصبان. دابا نوري لكم هادي الدوار حنا قطعناها دابا حنا باش غادي نردوها طيب ان شاء الله ديالنا، غنديروا حنا دوارتنا مغربيه. ايوا صافي نرجعوا نردوها طيب وان شاء الله نتلاقاو باش نكملوا الوصفات ديالنا والاكله ديالنا اليوم. هذا واحد الخبز عندهم تي نهار العيد كيكون قالك سبيسياليت، هذا كيوجدوه في الاعياد وفي المناسبات. هذا الخبز خصو يكون كميره تبارك الله فيها جوج مشادين مع بعضياتهم. ها هي دابا الكبده كطيب هي والخلف باش ندير ليهم بولفاف. وما نتعرفوش نصوبو بولفاف، ولكن انا غندير بولفاف مغربي ديالنا. هادي بلاتي عاود نلويه في الشحمه ونوريوه لكم خوتي. هانتوما شفتونا كيما قلنا لكم دابا شوينا الكبده وشوينا داك القلب داكشي، ودابا حنايا ان شاء الله كنصوبو بولفاف. واخا هنايا في تونس معقول هاد بولفاف شنو هو؟ معقولش كاع منين كنصوبو كنقولو لهم بولفاف تيقولنا شنو هما هاد بولفاف عندكم؟ هكداك ما كيبغيوش يديرو لها بولفاف، وحنايا ضروري واخا كاين اللي كيبغيها كيبغي الشحمه، ولكن بولفاف كي خصو يديرو. بعدا حنا في عائلتنا في دارنا اللي الله وعلمنا ما كيديروش الاخر. ها هو دوارتنا راه كطيب تدوار ياكي ذاك اللي حنا نختيب المغرب كله بولفاف، مينفش شي مغربي ما يديرش بولفاف. ودوارتنا راه تطيب حيت هنا ما تيديروش الدواره، هما تيديروا غير داك العصبان. دابا نوريكم العصبان كيفاش كيصوبوه، الدواره ما تيصوبوهاش، باين حنا دوارتنا طيب. داك الشيء المغربي ديالنا خصو يكون يكون. هانتو كنعرف وهي كل بلاد وعادتها وكل بلاد وتقاليدها وكل بلاد واش كدير. هادي مزيان اول مره جينا نشوفو هما الناس شنو كيديروا هنايا، كاين اختلافات كبيره الصراحه. ايوا خليكم معانا حنا غادي كنكملو البولفيفات ديالنا. ايوا ان شاء الله نشوفوهم وندوقوهم يقولوا لنا رايهم في البولفيف شنو هو. يلا تنعاودو نتلاقاو اخوتي، نتوما حتى الغدا ان شاء الله تكون عندكم الروينه، محيدناها اليوم علينا. ها نتوما شفتوهم ابو الفافات ديالنا وجدو، دابا خصنا غير ان شاء الله نشويوهم نطيبوهم. ايوا وندوقو الناس يشوفو يقولو لنا رايهم في الفاف المغربي كيف داير، واش زوين ولا ما زوينش. ايوا دابا يا اخوتي الغدا ديالنا ها هو وجد. هيا سلطه مشويه دارتها اختي، ها الدواره ديالنا ها هي اللي طيبت هي، ها هو البولفاف. ولكن غنتغدى انا اختي حيت هنا الناس ما عرفتش كيفاش عندهم هاد الاجواء والعيد كيف داير، كل واحد فينهم ما عرفنا شنو طيبوا شنو داروا الله اعلم. المهم غير انا اختي مغربة قدمنا داك الشيء ديالنا، ها هو غداتنا. وتال بلاتي شويه تصوب اختي العصبان باش نوريوه لكم اللي كيصوبوه هنايا في تونس.
ايوا تفضلوا معنا على من يوجد غدا غدا الحولي ديالكم. السلام عليكم خوتي، صباح كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دوزتوا النهار؟ ايوا اليوم بعد ما سالينا داكشي ديال العيد كامل وديك الروينه تغدينا ارتاحينا شي شويه، جبنا اللحم شاد الدار قطعوه من تما كيقطعوه اليوم ولد عند الكزار قطعوه، جبنا قادينا كل حاجه بليستها. دابا غادي نصوبوا داك العصبان اللي هو قلت لكم ضروري خاصهم يصوبوا توانسه، كلهم كيديروا هنايا توانسه خاصو يكون صافي هاد العصبان ديالو بشكل كيجي. انا غادي نوريكم دابا شنو كيتحتاج فيه وباش كيبدا من الاول حتى الاخر. كيديروا داك بيكسكسو وكيديروه شنو كيديروا حنين مفور، كيديروا مع الرز مفور يعني كيديروا هما بزاف. حنا هاد العصبان ما تنديروش ما تنعرفوش، خليكم معنا غادي نوريكم شنو كيتحتاج فيه. يلا دابا اللي بغيت نوريكم، حنا بدينا في العصبان هنا قطعنا المعدنوس، غادي نقطعوا دابا السلك السبانخ ولا لي زيبينات. وهنايا حنا درنا كيتغلى شويه، درنا اللحم، درنا شويه ديال اللحم، شويه الكبده، شويه القلب، شويه الريه، طريفات ديال اللحم، ديك عين الدواره نغليوهم، بعد نقطعوهم طريفه طريفه صغار ونخلطوهم مع هذا الخليط ديال المعدنوس والسلك، ونزيدو عليهم البصله ونزيدو عليهم الثومه، وكاين اللي كيدير فيه راس الحانوت ولا كاين اللي كيدير فيه شويه ديال القزبر مدقوق. المهم العطريه كامله كتجي فيه، شويه ديال مطيشه كونسونطري، شويه ديال الهريسه باش يجي شويه حار. ومن بعد كاين اللي كنعمروه في الكرشه، ها هي الكرشه من بعد ما غسلناها هذه كنعمروها هنا في الكرشه ونخيطوها بالخيط الغذائي. وكاين اللي كنعمروها كنديروها غير في الشحمه ولا في لي زيبينار، وكنجمعوها بالمصارن كنزيروها بالمصارن باش تجي شاده ما تحلش في الطياب. ومن بعد حنا كنوريكم خطوه بخطوه، نتوما معنا خطوه بخطوه للخر ان شاء الله. السلك راه مهم وفيه الفيتامينات زوين، فيه الحديد. هذا المعدنوس مقطع هنايا خوتي. دابا نتوما كتشوفوا هاد العصبان ها هما الطريقه ديالهم كيفاش وجدوا، ولكن هذا الحشو هو اللي كانت قطعات اختي قبيله كانت دارت تسلق، وكتقطعوا طريفات صغيره للكبده وداك الشيء اللي سبتنا قلنا قبيله كامل. وهذا دابا هو اللي غادي من بعد درت فيه واحد الحفنه ديال الرز، لان فيه داك السبانخ كيخصهم شويه ديال الرز باش حيت كيطلقوا الماء الرز كيجمعهم. ها هما صوبوهم دابا، ها هما الشكل النهائي ديالهم، ولكن العطور اللي داروا فيهم داروا فيهم شويه ديال مطيشه كونسونطريا، وداروا فيهم الثومه حتى هي بزاف ديال الثومه كتحنوا يديروها فيهم، الفلفله الحلوه السودانيه ضروري من الحار، عود القرنفل، نعناع يابس، شنو اخر ملحه، بزار، داك سكنجبير لا سميتو الكركم. المهم هما هادو كاملين وكيتخلطوا داكشي وكيتجمع. وشوفوا هما الاشكال اللي كيديروا لهم، هادو الاشكال النهائيه. بغيت ديروا بحال هكا ما تديروا بحال هكا في الكرشه، كيف ما بغيتي ديروا كديروها. هما هذا هو العصبان التونسي، ضروري هادو خصو يديروه في تونس، كما حنا كاين شي حوايج اللي ما تنازلوش عليهم وما يمكنش منهمش في العيد الكبير هما تيديروهم. هو هذا العصبان، نتمنى هاد الوصفه تعجبكم وتجربوها نتوما وتشوفوها كيفاش كتجي. راه كيديروه ديما، تيديروه في الكسكسو، كيديروه ديما، كيديروه مع الرز، كيديروه مع اي حاجه، شي شوربه كيديروه فيها ياك. فيما بغيتو كديروه كيجي زوين. ونتمنى نكونوا قدرنا نوصلوا هذه الوصفه لكم مزيانه بطريقه صحيحه باش اللي بغى يجربها ان شاء الله يا ربي كريم. وهو داك الحشو اخوتي اللي كنا شفنا ديال داكشي اللي داروا اللي مقطع اللي فيه الكبده وداكشي. المهم داك الحشوه اللي كنا كيعمروا بها داك العصبان هي يمكن يديروها حتى مع الرز بوحديتها وداكشي، حيت كتقطع وكتصوب وكتبقى في الكونجيلاتور مده طويله. فيما بغاو يديروا شي اكله كيجبدوا كيكون هذوك مقادين ومصوبين كيزيدوا معاهم الرز اولا مقارونه اولا شي حاجه هكا وكيحطوا هاد الاكله كتجي زوينه. وصراحه كتجي بنينه، انا دابا كناكلها والله الا بنينه وزوينه. زعما الانسان الا بغى يجرب شي حاجه جديده ماشي مشكله، زوينه هاد الاكله هادي وعجبتني. خوتي انتما شفتونا دابا وصلنا لنهايه الفيديو اللي كان اليوم على على العيد في تونس وعلى عاداتهم وتقاليدهم، وبقينا معكم من الصباح حتى العشيه حتى دوزنا كل شيء داكشي كاع اللي كيديروا في الاعياد ديالهم حتى
حنا وريناه لكم. ان شاء الله كنتمنوا ان يعجبكم هادشي ديال اللي شفنا اليوم، وان شاء الله تستافدوا. واللي بغى يدير العصبان ولا اي اكله نزيدوا تستافدوا منها، ماشي بالضروره احنا مغاربه نديروا غير داكشي مغربي، معليش اننا نزيدوا نتعرفوا على اكلات اخرين عربيين وديال دول اخرين. وشكرا لكم، ونتمنى ان شاء الله ان هادشي كله يعجبكم. وما تنساوش انكم تشتركوا معنا في القناه وتبارطاجيو معنا مع احبابكم وصحابكم باش توصل كل واحد يوصلوا اي جديد، وتفعلوا الجرس باش ما نحطوا ان شاء الله شي جديد غادي يوصلكم. وحنا مازال مع بعضياتنا حيت مازال ان شاء الله في تونس، ان شاء الله يكون خير. شكرا لكم، وعيد مبارك سعيد، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.